يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا حلقه النهارده معانا من السادسه. تحياتي في البدايه لحضراتكم. وفكرت كتير جدا في الانترو بتاع الحلقه، لقيت ان السؤال الافضل يعني من وجهه نظري طبعا ان انا ابدا بيه النهارده هو السؤال لكل جمهور النادي الاهلي: انت بتشجع مين؟ بتشجع النادي الاهلي؟ بتشجع تيشرت النادي الاهلي؟ ولا بتشجع لعيبه ونجوم؟ واذا كنت بتتكلم على نجوم فالاهلي ياما قدم اساطير: صالح سليم، طه اسماعيل، الخطيب مصطفى عبده، ربيع ياسين، ميهوب، اكرامي، شوبير، حسام وابراهيم، مهادي، وهشام حنفي، وحسام غالي، وخالد بيبو، وابو تريكه، ومتعب، وبركات. وصورا للجيل ده حبنا وارتباطنا بالنادي الاهلي عمره ما كان مرتبط بفكره الفريق قوي ولا الفريق ضعيف، الفريق فيه نجوم ولا الفريق ما فيهوش نجوم، الفريق بيحقق بطولات ولا الفريق ما بيحققش بطولات. ومفهوم وطبيعي جدا وانت بتشجع نادي زي النادي الاهلي ان لحظات فرحتك بالبطولات والانجازات والتتويج كتير جدا كتير جدا. فمن الصعب قوي قوي انك انت تقبل في اي لحظه من اللحظات ان جمهورك، او خليني اقول جزء من جمهورك، يبقى عنده ذاكره السمكه. انا مش حابب اروح لبعيد واذكركم وافتكر معاكم تاريخ طويل جدا، لكن احنا جهزنا لكم شويه لقطات كده عشان يمكن تكون في ناس بتنسى بسرعه. افتكروا كويس قوي الوشوش دي اللي ياما فرحتنا: النجمة التاسعة، النجمة اللي اتقال عليها النجمة الأغلى في تاريخ النادي الأهلي في مشوار بطولاته الأفريقية. مين اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة؟ أيمن أشرف، الشناوي، أفشة، صلاح محسن، رامي ربيعة، الشيخ طبعا اللي مبقاش معانا دلوقتي لكن واحد كان من نجوم البطولة وما ننساهاش ليه، بدر بنون طبعا ظهر في الكادر، محمود وحيد، وغيرهم من نجوم النادي الأهلي. وبعدها على طول ما رحناش بعيد، احنا مش من الفرق اللي بتستنى او مش من الجماهير اللي بتستنى 10 او 20 سنه عشان فرقتها تتوج بلقب دوري الابطال. من التاسعه رحنا للعشره في انجاز يحسب برضو للجيل ده: الشحات، وليد سليمان، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، قفشه، علولو، محمد شريف، محمد هاني، سيد عبد الحفيظ، السليه، الكهرباء. النجوم والوشوش هي نفس الوشوش، هي نفس الوشوش ونفس النجوم ونفس الفرقة اللي فرحتنا بإنجازات في ظل ظروف لم يتعرض ليها أي. أنا أتحدى حد يقول لي فريق على مستوى العالم على مدار التاريخ كله، مش في مصر ولا في إفريقيا ولا في الوطن العربي، في العالم كله تعرض لظروف مشابهة للظروف اللي تعرض لها الولاد دول، النجوم دول، وحققوا النتائج دي. ثلاث مواسم متلاحمة متصلة لعب فيها النادي او لعب فيها لعيبه النادي الاهلي تقريبا يعني في حدود 40 مباراه زياده عن كل منافسيهم، 40 مباراه بالتمام والكمال. الوصول للمرحله النهائيه في دوري الابطال للمباراه النهائيه في ثلاث نسخ متتاليه، المشاركه في كاس العالم وتحقيق برونزيتين، السوبر الافريقي على حساب نهضه بركان والسوبر الافريقي على حساب الرجاء المغربي. كل دي انجازات حققناها بنفس السكواد ده. مشهد طبعا كاس العالم والتتويج باول برونزيه للجيل ده وتاني برونزيه في تاريخ النادي الاهلي: شناوي، ايمن اشرف، اجاييه، السليه، بدر، سعد سمير، محمد هاني، معلول، مروان، صلاح محسن، الدبابه، اكرم توفيق، شوبير، ياسر ابراهيم، نفس اليو ديانج، محمد شريف، علي لطفي، حمدي فتحي، وولتر بواليا. إنجازات لا يمكن أنها تتمحي لا من ذاكرتنا كجمهور ولا من ذاكرة ومن تاريخ الأبطال اللي واقفين قدامكم دول اللي ياما شرفونا ورفعوا الراس. ومن البرونزية رحنا لبرونزية وخدنا، خدوا بالكم هنتكلم برونزية أولى اتحققت على حساب مين؟ بالميراس بطل البرازيل وبطل الكوبا ليبرتادورس. دي النجمة البرونزية الثالثة في تاريخ النادي الأهلي والثانية على التوالي على حساب مين؟ على حساب الهلال السعودي الزعيم بطل قارة آسيا. نفس الوشوش، نفس الأسماء، حالة الفرحة ما أقدرش أنسى، ما رحناش بعيد. احنا ما بنتكلمش إن احنا ما خدناش بطولة من 20 سنة فاتت، احنا بنتكلم على إنه الأهلي ضيف أساسي 15 نهائي دوري أبطال، منهم الولاد دول ثلاثة نهائي متتالي: طاهر محمد طاهر. دي النجمة البرونزية الثالثة في تاريخ النادي الأهلي، ومنها لسوبر، الاثنين سوبر أفريقيا ما ننساهمش اتحققوا على اثنين من كبار المغرب: نهضة بركان بطل الكونفدرالية والرجاء المغربي، اثنين من أقوى فرق القارة اللي موجودين دايما في مباريات نهائية.
السوبر الاول على حساب نهضه ده الثاني، السوبر الثاني كان على حساب الرجاء طبعا في نهائي اعتقد دراماتيكي مثير، قتلت فيه وظهرت فيه روح الفانيلا الحمراء لغايه الدقيقه الاخيره، وقدرنا نحقق البطوله على حساب الوداد، قفشه، ربيعه، بدر، سلية، عبد القادر، هاني، طاهر، اكرم، شناوي، نفس الوشوش، نفس النجوم، نفس الاسماء. اسال بمنتهى الصراحه، جماهير انديه كبيره جدا زي برشلونه مثلا، يعني انا لما اجي اشوف جماهير برشلونه او جماهير مانشستر يونايتد، انا بكلمكم على فرق سيطرت على اهم بطولات في العالم، بتكلم على بطوله زي الليجا في اسبانيا او البريمير ليج في انجلترا او بطوله زي دوري الابطال، سواء كنت بتكلم على مثلا وممكن ادي امثله كتير قوي انديه كانت عظيمه، كل انديه ايطاليا بلا استثناء، يوفي، ميلان، انتر، اليونايتد، البارسا، جماهيرهم تعمل ايه في اللحظه دي؟ عشان ما حدش بيقول ان انا بدي مبررات او بعلق شماعات، الحقيقه انا مش من المدرسه دي خالص، انا من مدرسه ان انا صرح نفسي بالامر الواقع، والامر الواقع بيقول انه النتائج اللي اتحققت الموسم ده تحديدا والاخفاق على المستوى الافريقي وعلى مستوى كاس مصر، مش عايز اتكلم على الدوري لانه الدوري طول ما في ارقام بتقول ان في امل انا ورا الاهلي، يعني اتعلمت كده وتعودت كده، طول ما رقميا او حسابيا لسه في فرصه قائمه انا بستنى لغايه اللحظات الاخيره، لما تحسم رقميا اقول هارد لك لجماهير النادي الاهلي، لكن في النهايه حتى لو ما وفقناش في الموسم ده، ايه الكارثه؟ ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص، الاهم او المشكله الحقيقيه اللي احنا نبقى بندور عليها ومهتمين ان احنا نلاقي اجابه عليها، هو ازاي نقف على رجلينا بافضل واسرع شكل ممكن، وما عنديش ثقه ابدا 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 او ما عنديش شك ابدا 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 انه النادي الاهلي هيقدر يرجع اقوى من الاول في اسرع وقت ممكن. نروح مع حضراتكم لاهم اخبار حلقه النهارده، والبدايه مع الاهلي. الاهلي يختتم تدريباته اليوم ويدخل معسكره المغلق استعدادا للقاء فاركو في الدوري. اختبار طبي لمصابي الاهلي اليوم قبل مواجهه فاركو. هنا جودة تتصدر التصنيف العالمي للاعبي تنس الطاوله تحت 17 سنه. روي فيتوريا، صلاح احد افضل لاعبي العالم وسنجعل الجماهير المصريه فخوره. وليفربول يمدد عقد جوتا حتى صيف 2027.